السعادة من أعظم الأمور التي نبحث عنها جميعاً، إلها أسرار، أسرار السعادة كبيرة جداً، وهي لغاية الآن هي مادة تدرس في جامعة هارفارد ويدرس لحد الآن لأهميته. إذا عرفنا جميعاً كيف نحصل على السعادة، دربنا نفسنا عليها، استفدنا من مباهج الحياة جميعها. فعندما يقيم الإنسان نفسه كإنسان ويعرف الإنسان قيمته كشخص، يعرف الإنسان أنه بالرغم كلنا عنا نقاط قوة وعنا نقاط ضعف، ولكن يبدأ الإنسان بتحليل ذاته وتحليل شخصيته وأفكاره وقناعاته، خلخلتها وبناء أهدافه من جديد. ما في شيء اسمه ما بقدر أبدأ الآن، كل يستطيع الإنسان أن يبدأ طريقه ويبحث عن ذاته ويبحث عن سعادته إذا كان قرار من ذاته ويبدأ الآن. يستطيع أن يبدأ رحلته عن السعادة وبسعادة بغض النظر عن الأدوار اللي بيمثلها بالحياة، شخص، طبيب، امرأة، أم، جميعاً نمثل أدوار مختلفة بالحياة، وجميعاً نقدر أن نمثل هذه الأدوار بسعادة ونكون قد حققنا سعادة حقيقية داخلية حتى نصل إلى طريقنا الطويل. الإشي المهم اللي إحنا كل إنسان لازم يفكر فيه، وهذا من شغلنا، إنه العوائق اللي بشكلها اللي بتشكلها الحياة على الإنسان. هلا إحنا إذا الإنسان حط بطريقة تفكيره إنه أنا أريد أن أنمو لأصبح يعني إنسان أفضل، إنه الحياة هدفها التطور، إنه إن أنا أكون أفضل، العوائق والمعيقات اللي بالحياة بتصير هي لمصلحتي مش ضدي. فبصير أنا كل إشي بصير معي بحياتي لازم أستفيد منه، لازم أفكر فيه إيش أعطاني، إيش فهمني عن حالي، كيف بقدر أكون أنا إنسان أفضل، كيف بقدر أعيش هاي اللحظة بكمالها بحيث إنه أنا أحقق الإشي اللي الله فرضه علي أو الوضع اللي انفرض علي. عشان إحنا دائما حياتنا فيها تغيرات، والإنسان اللي بفكر إنه هو بده يضل عايش باستقرار وبوضع واحد ما رح يتغير، هذا بكون كتير غلطان. الحياة فيها كتير كتير أشياء بتخلينا دائما ننمو. إذا اعتبرنا كل إشي عائق بيجينا بحياتنا مهما كان مؤلم هو فرصة للتطور، فرصة لاكتشاف الذات، وفرصة إني أنا أصير أفضل لإلي وللآخرين، إني أصنع سعادة لنفسي وللآخرين، من حيث إنه كل موقف بحياتنا نستفيد منه للأفضل.